بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم من أكاديمية حسونة، معاكم أخوكم أحمد محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 120 من كورس فيجوال بيزك دوت نت فورمز بارت. ودلوقتي بفضل الله هنروح على الفيجوال ستوديو وهنعمل نيو بروجكت فيجوال بيزك ويندوز. هنسمي البروجكت بتاعنا على اسم تيست ويب براوزر، ادوس على انتر. الفورم بتاعتنا تمام كده، دي الفورم بتاعتنا. اوكي، الفورم دي نخليها تظهر في المنتصف ونشغل كده اهي. صح، لونها ايه؟ لونها تحس ان هو رمادي شويه، صح، رمادي فاتح كده. طيب من التول بوكس هنزل ويب براوزر، دبل كليك عليه، نزل ولوحده واخد دوك فيل. يعني لو انت رحت على خاصيه الدوك بتاعته هتلاقيه هو لوحده واخد دوك فيل، هو لوحده واخدها فيل، يعني هو يبقى مالي الشاشه اصلا، فاهم الفكره؟ اه، لو جيت شغلت كده اهي. انا من شويه شغلت الشاشه ليه وما غيرتش خلفيه الشاشه؟ عشان خلفيه الشاشه اصلا جراي فاتح كده، صح؟ ده بقى ابيض. وهو ده الشاشه؟ لا، ده الويب براوزر. ده مين؟ ده الويب براوزر، تمام كده. طيب انا دلوقتي عاوز الويب براوزر ده يتظبط على موقع معين يروحه عندك. طب لو انا مثلا جيت عند مثلا خاصيه يو ار ال، دي يو ار ال، شايفها خاصيه يو ار ال، ورحت جاي هنا ورحت كاتب مثلا ايه، جوجل. بس جوجل، بص خد بالك انا بجرب معاك، كتبت جوجل دوت كوم، بجرب ده لوحده عمل لي http://، لوحده. تاني بص، انا هشيل دي خلاص وشغل البروجكت. في حاجه يا عمي على الشاشه؟ لا مفيش. خلاص وقف البروجكت، وقف على الويب براوزر 1 دي، وقف على اليو ار ال، هكتب جوجل دوت كوم، هدوس انتر، لوحده كتب لي http://. طب شغل كده، بيقول لي مش موجود. طيب اقفل كده ونوصل الانترنت، تمام. وبعد لما الانترنت يشتغل تمام، تعالى مع بعض نشغل تاني كده. الانترنت شغال، هيعمل ايه وريني، انا كده مستني. خد بالك هو كده بيحمل، خد بالك. اه اشتغل، صح، مع ان انا ما كتبتش www، صح، يعني انا ما جيتش هنا كتبت ايه، www دوت، ده هو لقطها لوحده. طب شغل كده بال www، ما هو بيحمل بقى، واخد بالك، هو بيحمل كده. بص شايف، بص بيحمل اهو، بص الماوس اهو، بص جواه بيحمل من الانترنت، وفتح لك جوجل اهو، تقدر تسرش من هنا عادي، واخد بالك. يعني انا ممكن اكتب هنا اهو أكاديمية حسونة وادوس انتر، اعمل سيرش عادي جدا اهو، اعمل سيرش وجاب لك أكاديمية حسونة ايه يوتيوب، وجاب لك أكاديمية حسونة ويب سايت اهو. ممكن اخليه يفتح على حسونة اكاديمي على طول، ممكن اقف كده واجي هنا اكتب انا اهو، اكتب https://، www دوت حسونة داش اكاديمي دوت كوم، وادوس انتر في اليو ار ال، دوس كده. بص هو كده بيحمل، خد بالك، يعني هو كده اصلا بيحمل من الانترنت. طبعا الحاجات بقى اللي هي جافا سكريبت والكلام ده كله، خد بالك اهو. والرساله دي تقريبا كمان في حاجه فيه بتلغيها، على فكره في حاجه في الرساله دي بتلغيها، بس انا مش فاكر اسم الخاصيه دلوقتي بالظبط، بس هي تقريبا سكريبت ايرورز سبريست، هي دي تقريبا. تعالى كده نعملها على ترو ونجرب كده.
عملتها على ترو وجربت، نشوف هتظهر نفس الرسالة اللي ظهرت من شوية ولا لأ. تقريبا ما ظهرتهاش، واخد بالك؟ طبعا ايه، مش لقطة الجافا سكريبت والكلام ده كله، لان طبعا هم بيشتغلوا هنا، هم مش محدثين هنا، دي حاجتهم هم بقى، انا ماليش دعوة، واخد بالك؟ ولذلك لو انت فتحت اي موقع هتلاقيه يختلف. تمام؟ على حسب بقى هو بيدعم ولا لا. لو انت عايز تغير بالكود، يعني لو انا نزلت كده زرار هنا مثلا، الزرار ده اهو، تمام، هدوس عليه دبل كليك، وعايز ابرمج الويب براوزر ده بالكود، فهنادي عليه ويب براوزر 1 دوت، هقول له ايه بقى؟ نافيجيت، نافيجيت، وهكتب هنا اللي انا عايزه اهو، اتش تي تي بي نقطتين سلاش سلاش دبليو 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 دوت جوجل دوت كوم. روح ايه جاي مشغل كده، هو كده هتلاقيه بيحمل موقع الاكاديميه. هاجي ادوس انا على ده كده هتلاقيه راح لجوجل، واخد بالك؟ هل جوجل منظره هنا زي منظره ما بتفتحه هناك؟ اكيد لا، اكيد الستايلز دي ما تبقاش كده خالص، صح ولا لا؟ تمام. فهو طبعا ايه، بيبقى على حسب اللغه اللي انت بتستخدمها. يعني مثلا احنا لما استخدمنا رينج قبل كده، شرحنا رينج في اداه شبه كده، الاداه فتحت حسون اكاديمي عادي خالص، واشتغلت زي ما بتشغله على جوجل كروم، زي ما بتشغله على الفايرفوكس، زي اي براوزر حديث، زي ما بتشغله حتى على انترنت اكسبلورر نفسه الحديث، او الايدج كمان بتاع مايكروسوفت، واخد بالك؟ لكن هنا هم هنا في الاداه اللي جوه، هم المفروض يحدثوا الكلام ده. احنا كده شغالين على فيجوال ستوديو 2015، معرفش بقى هم في 2017 عملوا الكلام ده ولا لا، لان 2017 حجمه كبير جدا فما حملتوش. فهي الاداه دي كده من زمان على فكره، الاداه دي كده من زمان. تمام. الاداه دي انت ممكن يعني تحتاج لها، ممكن تحتاج لها اكتر لما تكون عايز تعمل قطعه في البرنامج بتاعك بسيطه، الغي الفيل خالص اهي، قطعه بسيطه في حته من حته من حته البرنامج بتاعك كده بالشكل ده، واخد بالك؟ جوه البرنامج تعرض فيها جزء من الويب، تكون محتاج تعرض فيها جزء من الويب بالشكل ده، فتبدا تعرضه هنا بقى كده، واخد بالك؟ اه، تبدا تعرضه بالشكل ده هنا. تمام. بس فدي اداه بسيطه، وتقدر برضه تشغل بيها HTML والكلام ده كله بسهوله بفضل الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهده اكبر دعم لينا بفضل الله، عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتاكد تماما انك اي حاجه بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجه بتنشرها للناس.